مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد متابعتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتقدم من برنامج وقولوا للناس حسنا. وأتناول مع حضراتكم ومع ضيوفي الكرام في هذا اللقاء موضوع كلنا واحد في مواجهة الأزمات. من طبيعة الكون ومن سنن الله في كونه سبحانه وتعالى أن الإنسان يمر بمراحل متعددة، فأحيانا تراه سعيدا، تراه حزينا، يمر بأزمات، يمر بصعاب، يمر بحالة يسر، يمر بحالة عسر. المهم في الآخر أن الإنسان في وقت هذه الأزمات وهذه الصعوبات يتحتم على كل واحد من أفراد المجتمع على اختلاف العقائد والمذاهب والمشارب أن يكونوا كتلة واحدة وأن يكونوا لحمة واحدة، أخوة واحدة، حتى نتعدى هذه الصعوبات وحتى نتعدى هذه الأمور التي تمر بمصر الحبيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشيك أصابعي صلى الله عليه وسلم إلى التلاحم وإلى الوقوف بجانب بعضنا البعض، وخاصة السادة التجار اللي هم بيستغلوا المواقف والأزمات ويحققوا مكاسب شخصية أو مكاسب فردية لهم هم، وللأسف على حساب مجتمعنا الجميل، ويشعر المواطن اللي هو المواطن البسيط برفع الغلاء، مع أن الحكومة تبذل الجهد الكبير والسعي المشكور فعلا، ومع أن ببادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء وأيضا توفير المواد الغذائية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. انت عارفين النهاردة أن ألمانيا بتقول أن كل واحد من المواطنين بياخد إزازة زيت، أمريكا نفسها بدأت دلوقتي ترشد التموين للمواطن. إحنا في مصر الحمد لله رب العالمين ما زلنا بنسعد، انت عارف النهاردة ممكن تشتري من عند البقال كرتونة زيت بحالها، دي حقيقة، بتشتري سكر، ما تقوليش مش لا، كله موجود ومتوفر، ولكن نحتاج إلى اللحمة وإلى التآلف عشان نمر هذه المرحلة الصعبة في حياتنا جميعا. رغم عن هذا الموضوع كلنا واحد في مواجهة الأزمات، نتناول هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام وأرحب بهم فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء وزارة الأوقاف. مرحبا بك يا مولانا. مرحبا بحضرتك يا سيدي. مرحبا بك. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف خليفة السيوطي أستاذ الدراسات الإسلامية. مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. يعني دعني أبدأ مع فضيلة الدكتور أشرف وأقول لحضرتك إن القرآن الكريم تحدث عن الأزمات وعن أوقات الصعوبات، يعني مثلا الأزمة التي قابلت العالم بأسره في عهد النبي يوسف عليه السلام، وهي تشبه الأزمة الاقتصادية اللي احنا موجودين فيها، وهي نظرة الطعام والمواد الغذائية، ومع ذلك تكلم القرآن على أن النبي يوسف قابل هذه الأزمة وساعده الناس ووفقه الله سبحانه وتعالى للتخطي بهذه الأزمة. في أزمات كتير عدت بالأنبياء والرسل ومنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنك يعني حضرتك يعني لمحة كده حول القرآن الكريم ونظرته لهذه الأزمات. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وعبده ورسوله. أما بعد، أشكر جميع الحضور وأشكرك أستاذ عيد وأشكر شيخنا الفاضل دكتور عبد المنعم والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. القرآن الكريم لما نيجي نتكلم عنه بنتكلم عن منهجية تقيم حياة البشر. نعم. الله تعالى يقول ونزلنا إليك إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمنهجية القرآن أنه أخبر أن هناك أزمات. صحيح. وأخبر أن هناك الإنسان عموما يمر بين ضعف وقوة ثم ضعف وشيب وهكذا الأمم، يعني حتى في أمور حياتي، في أمور حياتي الصحية وما نعم. إلى ذلك، وفي غنى وفي فقر. نعم. هذه المنهجية الأولى التي يضعنا عليها القرآن الكريم لتسير عقول البشرية حتى لا يضخموا الأمور. نعم. المنهجية الثانية، القرآن تكلم عن أسباب الأزمات وأسباب اشتعال هذه الأزمات. نعم. منها سوء الفهم، يعني حينما الأزمات الاقتصادية الموجودة في العالم دائما يخرج المغرضون والمرجفون في مصر وفي غيرها من البلاد يقولون لا، ليس يوجد أزمات، دي سوء إدارة وسوء تخطيط. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن بداية
افتعال الأزمات هو سوء الفهم وسوء التقدير، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. أنت مش عارف صحيح. مش عارف تقدير الأمور إزاي، هو ماشي وراء الشائعات. لذلك القرآن الكريم فيه أزمة حدثت لسيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر. سيدنا موسى لم يفهم أغراض الخضر حينما خرق السفينة، لذلك سيدنا الخضر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبعد كده فأردت أن أعيبها. فمن أسباب اشتعال الأزمات سوء الفهم صحيح. وعدم تقدير المشكلة وعدم استيعاب نقاط المشكلة بصفة عامة. هو سيدنا موسى عليه السلام هو لم يفهم الحكمة، لأن الله لم يوحي إليه بمقتضى حكمة خرق السفينة أو قتل الغلام أو بناء الجدار، وبذلك هو اعترض. المعترضون على كيفية إدارة البلاد أو إدارة الأسرة، تجد أن ولدا من أولادك يخرج عليك ويقول لك لو سمحت الموضوع اللي أنت بتعمله ده فيه مشكلة كبيرة جدا. فسوء الفهم سواء كان من بشر عاديين أو كان اعتراضا من سيدنا موسى لأن الله لم يعلمه، أدى إلى أن سيدنا الخضر عليه السلام أوضح له أن الأزمة تكون في سوء في عدم الفهم صحيح. عدم الفهم السليم. أيضا القرآن الكريم في منهجيته عبر عن واقع نعيش فيه هو سوء التقدير للأمور. سوء التقدير للأمور هو الذي يؤدي إلى اشتعال الأزمات اشتعالا كبيرا جدا. هقول لك على حاجة، في غزوة بدر تسبب فهم المشركين للقوة العسكرية بتاعة المؤمنين فهما خاطئا، سوء تقدير. خرجوا بطرا ورئاء الناس، خرجوا كأنهم لم يقابلوا إلا يعني كما يقولون سنقابلهم في غداء وسوف نقتلهم تقتيلا. سوء التقدير ده يؤدي إلى عدم الانتصار في المعارك، ويؤدي أيضا إلى عدم الاستمرار في حل المشاكل. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكيه الله جل وعلا في غزوة حنين. سوء التقدير يعني ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إن إدارة الأزمات تبدأ من بداية من معرفة أسباب الأزمة. والشائعات يا دكتور، الناس تقول لك مثلا دي أزمة مفتعلة، ما فيش في مصر أزمة، والعالم كله بيشهد الأزمة فعلا. ويمكن القرآن الكريم يعني يحكي لنا في قصة مفصلة عن أزمة الطعام والغذاء التي تعرض الناس في عصر سيدنا يوسف عليه السلام. أنا أيضا أريد أن أنبه على جزء كبير نبه عليه القرآن الكريم في أسباب اشتعال الأزمات. الإشاعات. الإشاعات دائما القيادة السياسية تقول نحن نحارب أهل الشر، أهل الشر هؤلاء يخوضون في أعراض مصر واقتصادها وقوتها وجيشها كما فعل المرجفون في المدينة في أزمة كبيرة، أزمة اجتماعية، بل أزمة كادت أن تعصف ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أساسها وأسباب هذه الأزمة الإشاعة على سيدنا على سيداتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ناخد من طرف الدكتور أشرف وأدخل إلى سيدنا قلت الشيخ عبد المنعم، وأقول لحضرتك هذه الأزمات يعني عندما تعرض النبي يوسف، وذكر فضيلة الدكتور أن النبي موسى عليه السلام تعرض، وأيضا النبي عليه السلام تعرض عندما حوصر في الشعب ومنعوا عنه الطعام والشراب، ومع ذلك أدار النبي عليه السلام هذه الأزمة بحنكة وبفطنة صلوات ربي وسلامه عليه. من خلال السنة المباركة كيف نتعامل مع الأزمات، وكيف يوجه النبي عليه السلام الناس إلى إدارة هذه الأمور؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مبادلة التحية لأستاذنا الدكتور أشرف في ضيافة حضرتك، جزاك الله كل خير. بداية، الأزمات يعني كمصطلح غير موجود في كتاب الله عز وجل إلا بتعبير الفتنة. فالأزمات هي حالة تخبط، حالة من عدم الإدراك، من عدم التقدير كما تفضل الدكتور. فهي فتنة وابتلاء واختبار. إذا كانت مفتعلة أو غير حقيقية كما وصف أستاذنا الدكتور في أكثر أحوالها، نتكلم أنها قائمة بالفعل. لو أنها قامت بالفعل كيف نقابل هذه الأزمات؟ صحيح.
حضرتك ذكرت الأزمة الكبيرة من الطعام والشراب كشاهد في قصة يوسف. نعم، الذي كان على خزائن الأرض صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قابل هذه الأزمة بحسن التخطيط في خطة 5 عشرية 7 و7 وعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لكن لو أخذنا هذا ودخلنا إلى حياض سنة سيدنا رسول الله، سنجد أن الأزمات لا تواجه إلا بروح الفريق، إلا بالعمل الجماعي، إلا بالتعاون التام. فلو أن قيادة رشيدة مهما كانت ملهمة في رشدها، ولو أن البطانة التي حولها كانت حصيفة مهما كانت، لكن المنظومة لم تكتمل في نفس الهدف بنفس الأداء يقام بنيان. لماذا؟ لأنه بديهي وعقلي أن البنيان الذي يبنيه 1000 بان لو كان وراءهم هادم واحد لهدم هذا البنيان. إذا لابد من روح الفريق والعمل العام، العمل المتكامل. بعض الناس يا أستاذ عيد ونسمع هذا كثيرا، يقول لك يعني أنا اللي هعدل الميلة، يعني كلام صحيح. كمثل هذا، هذا كلام تشاؤمي، هذا كلام غير إيجابي. لأن البنيان الضخم أو الماكينات العظيمة، لو نظرنا الباخرة أو سفينة كبيرة، لو تعطل فيها ترس صغير لتوقفت هذه السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب كان أول من صبر وربط الحجارة على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نزرع لآخر لحظة، حتى ولو كانت القيامة تقوم، إذا قامت الساعة وبدأ أحدكم فسيلة استطاع ألا يقوم، وفي رواية فإن استطاع ألا تقوم، يعني الساعة، حتى يغرسها فليغرسها. لو حضرتك يا أستاذ عيد سألنا وعشنا بلسان المشاهد وقلنا طيب لما نغرس شجرة نخيل صغيرة، من الذي سيأكل منها؟ ده ممكن أحفاد الأحفاد. لا يعني والقيامة تقوم، هذه ليست قضيتي. مفيش. أنا قضيتي أن أعمر. صحيح. قضيتي أن أسجل في الإيجابية، يعني حسنة ألقى الله عز وجل بها. يعني ربما تساوت كفة الحسنات مع السيئات، وهذا العمل هو الذي سيغير مساري الأخروي. إحنا النهاردة بنقول الهدف، والجون اللي بيجي في اللحظة الأخيرة بيغير النتائج. فلا بد أن أتعامل بهذا المنطق. قد تكون هذه المحاولة الإيجابية والبذر أنا أنظر إليها أنها لن تفعل شيء، لكن ستنجيني أمام الله عز وجل. لا بد أن يبذل كل إنسان وسعة، كما على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنعيم خذل عنا، ده كان فرض واحد في غزوة الأحزاب. نعم. سيخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الدور كان دور بسيط؟ أبدا. ده اسمه بقى تفتيت الأزمة. الأزمة كبيرة، لكن هذا رجل سيفتت الأزمة وسيتفتت هذا التكتل. نعم، يعني تفتيت الأزمة ده مطلوب من العمل المجتمعي نفسه والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، هم فعلا بركة سنادهم مع الوطن مع الحكومة. نعم، عمل جماعي متكامل. صحيح، عمل جماعي. لكن هناك أيضا من يساعد على تفاخم هذه الأزمة. يعني مثلا مشاهدي الكرام، البلد النهارده بتمر بازمه خطيره جدا، والسيد الرئيس والدنيا كلها عم تنادي ان احنا يا جماعه اللي معاه دولار يتفضل يحطه في البنك عشان نخلي وطننا الجميل يعدي من هذه الازمه، ولا يعني حياه لمن تنادي. هل التجاره السوداء والسوق السوداء لهذه التجاره، هل هي غير مشروعه ولا مشروعه؟ وما موقفها من الاسلام مع تهدم، مش بتقول بهدر او بتضعف، لا ده ممكن تؤدي الى انهيار الاقتصاد المصري. للاجابه على السؤال يعني تابعوني حتى عودتي من الفاصل. يعني انا عايز اقول دكتور اشرف، بحكم تجاره الدولارات والعملات الاجنبيه التي تؤدي الى انهيار الاقتصاد المصري في ظل هذه الازمه في السوق السوداء، انا اولا ابدا بما بدعوه الناس، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى الهدم ولا يؤدي إلى البناء بأي حال من الأحوال. كونوا دائما وراء قيادتكم، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وراء قيادتهم، وكما حث النبي صلى الله عليه وسلم على اعتصام بحبل الله جل وعلا، وعلى السير على خطى ولاة الأمور. النقطة الثانية، موضوع التجارة بصفة عامة الله تعالى نظمها
وجعلها منظمة بما يحقق ربحية الناس ولا يخل بالأمن العام. الأساس في التجارة أنها تحقق ربحية الناس بما لا يقوض بأي حال من الأحوال الدول. صحيح. ولا يقوم الاقتصاد ولا يهدم الاقتصاد وما إلى ذلك. يحرم في مثل هذه الأيام أولا إشاعة الفتنة، إشاعة الإشاعات، عدم السير وراء ولاة الأمور، الاحتكار بكل صوره. يعني أنا كنت قادما من منطقة من المناطق وطلب أحدهم حوالي 10 طن سكر، وأنا أطلب من جميع الناس الإيجابية يبلغوا الجهات المعنية عن هؤلاء. ثم بعد ذلك 10 طن سكر عمل إيه؟ خزنهم، قال الدولار هيعلى بعد أسبوعين. شوف تخيل الاحتكار، يخزن في مخازن هذا التاجر المحتكر الضال الذي يخالف الله تعالى ورسوله ويؤدي إلى إفساد حياة الناس ويؤدي إلى إشاعة الفوضى. هذا الرجل لابد أن يعاقب قانونا. فهذا المحتكر لا يجوز له أن يحتكر بأي حال من أحوال السلع. الذي يحتفظ بالدولارات يؤدي إلى الإضرار بالسعر العام فيه. هذا الرجل يحاسب من الله تعالى، ويجب أن تكون هناك قوانين رادعة له. فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتكار، ولا يجوز إشاعة الفتنة، ولا يجوز إشاعة مثل هذه الإشاعات على الاقتصاد بصفة عامة. نعم، يعني مشاهدي الكرام نرجع إلى فضيلة الشيخ عبد المنعم دودار، ونقول لحضرتك يعني ما احنا يعني في ظل كلنا واحد لابد أن تتوافر الجهود وأن يتلاحم الشعب كما قلت على اختلاف فئات مشاربي ومهازيبي، وإحنا ننسى بقى كل الخلافات، نمنع برضو عملية الشراهة في الشراء، يعني ما نشتريش الحاجات اللي لازمة لبيتنا. احنا للاسف احنا مجتمع مستهلك. انا شفت مره في كنت عند اصدقاء لي اجانب كانوا يقطعوا الرغيف 4/4 وياكلوه، فلما سالتهم قالوا ما انتم مصريين بتاكلوا لقمه وترموا الباقي. نعم، يعني انا اسف، القمامه بتاعتنا بتاعت المصريين تلاقيها مليانه من الخبز ومليانه من الطماطم ومليانه، وفي الاخر الناس تشتكي، وده واقع حقيقي، ما بفتش على حد الكذب والله، ده واقع احنا عايشينه. القمامه بتاعتنا مليانه خبز ومليانه طماطم ومليانه مش عارف. طب انت ليه الترشيد يعني الترشيد في الاستهلاك وعدم الشراهه؟ لو اشرنا الى هذا الدور، دور الشعب بقى هنا ودور المواطن في كلنا واحد. لو اخذنا طرفا من غزوه الاحزاب وكيف كانت فتنه عصيبه، ارشدنا الله تبارك وتعالى لمنهج النجاه فيها بعد ذكر الفتنه قائلا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم خير من علمنا احترام النعمة وصيانة النعمة، وأن الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى على عطائه لنا وعلى مدده لنا أن نقابل نعمته بالصيانة. نعم. إذا يعني قام الإنسان بأخذ احتياجاته ولم يقع في الإسراف ولم يقع في تبذير، وقد شنع القرآن على هؤلاء، فالمبذرين إخوان الشياطين بنص كتاب الله، والنبي ينهى عن الإسراف حتى ولو كان الإنسان على نهر جار في وضوء. صحيح. في هذا الماء يعني في فالترشيد كله مطلوب، ماء ووقودا وطعاما وشرابا. ليس معنى أنني وسع الله علي أن أجعل الطعام في القمامة. يعني يقولون، وهذه القولة منسوبة لأبي حنيفة الإمام رحمه الله عز وجل، واختلف بعض العلماء في وقفها على الصحابة، أكرموا الخبز. ليس من كرامة الخبز ولا الطعام فيقاس عليه غيره، ليس من كرامته أن يجعل في القمامات، حتى يعني أهل الترشيد يجعلون القمامات شيء للمعدن وشيء للزجاج وشيء للطعام. نعم، إعادة التدوير نفسها. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. إحنا حتى عندنا أمثلة عامية مصرية متفقة مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الذي يلقي الطعام هذا مهدد ببوار النعم. يعني من لم يصن النعمة زالت من وجهه. والله تبارك وتعالى إذا يعني أعطى عبدا النعمة
الله تبارك وتعالى يريد أن يرى أثر نعمته على عبده في غير إسراف ولا مخيلة. طيب لو انتقلنا إلى موضوع في عجلة سريعة كده، دفع عجلة الإنتاج. إحنا الشباب النهاردة لازم ينتجوا، مدام في أزمة لازم الكل يساعد وكل يشتغل عشان هو حتى يوفر لنفسه كريمة، زي ما السيد الرئيس قال مبادرة برضو عيشة، إن المبادرات كتير جدا في عيشة كريمة. طب هو نفسه لازم يجيب لك، يعني انت الراجل قال عيشه كريمه، انت مش عايز عيشه كريمه ليك ها، او حياه كريمه؟ نعم. الاسلام حس اصلا على العمل. نعم. الله جل وعلا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. والعمل هنا عام، يعني العمل اعملوا الاعمال الشرعيه والاعمال الدنيويه وما الى ذلك، فان الحكم العدل اعملوا باجتهاد. نعم. لان الله جل وعلا هو الذي سوف يعني تعرض عليه اعمالكم. وهكذا أنا أتعجب من الشباب الواعي المدرك المتعلم، هو يريد أن يعين في الحكومة بشهادة البكالوريوس أو الليسانس. تخيل حضرتك، كل واحد يجي يقول لك أنا متعلم. طب هل أنت متعلم أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شهادتك أعظم من شهادة الوحي الرباني الذي أوحى الله به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في بداية حياته. نعم. وهو من؟ وهو محمد بن عبد الله بن العيلة صلى الله عليه وسلم، المنسب صلى الله عليه وسلم، كان يعمل راعيا للغنم صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يعمل في الإشراف على العمل مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة أعمال. إن الناس النهاردة يعني إحنا النهاردة بنناشد الناس إنها تشتغل. نعم. قد يكون الناس أبوه مبسوط أو ما يعني عنده مال، هو يقول لك طب أنا مش محتاج للعمل. طب ما نضرب المثل في عجلة كده بنبي الله داود. نعم. اعملوا آل داود شكرا. وعلمناه صنعة لبوس لكم. نعم. نعم. يعني العمل هنا لابد حتى وإن كنت لا تحتاج إليه، من أجل حياة كريمة، من أجل أن يعيش الإنسان ويشعر بقيمته في مجتمعه ومشاركته الوطنية. هذا مطلوب. نعم. نعم. هذا هو المطلوب، وهذا هو الأساس في إيجابية الإنسان ناحية نفسه وناحية نعم. غيره. فما قد يعني أثنى على الذين يعملون بعمل يدهم. نعم. ومدحهم وغير ذلك، تكلم طيب. عن هؤلاء الذين لا. البرنامج أن ينتهي، ولكن أطلب من معاليكم كلمة لشبابنا الذين يشاهدوننا الآن وإلى المشاهدين عامة على الفئات المختلفة العمرية، ماذا تقول ونحن في هذه الأزمة وكيف نتحد دكتور عبد المنعم؟ هذه الأزمات لابد أن أستشعر قدر المسؤولية والسؤال أمام الله تبارك وتعالى، فسيسألني ربي تبارك وتعالى عن وقتي كيف عمرته، لا سيما وقت الشباب، وقت البذل، والفرص متاحة، الفرص بإذن الله تبارك وتعالى موجودة، لا تتكاسل. نعم. وانفض الكسل وتعوذ واستعن بالله ولا تعجز. نعم. كلمة يعني نصيحة للشباب. اعملوا. نعم. فإن الله جل وعلا يكره كما يقول العوام الإيد البطالة. صحيح. اعملوا لنصرة أنفسكم ولتحقيق ذاتكم، اعملوا في كل شيء لأوطانكم. نعم. مشاهدي الكرام، يعني لابد وأن نكون يدا واحدة وعونا على كل من أراد أن يفسد أو يشيع الفساد في هذه الأرض المباركة وهي مصر، الوطن العزيز الغالي، ولابد أن نتضافر على حب أوطاننا بالجهد والعمل والدفاع وعدم الشائعات التي تزعزع حتى استقرار النفوس لدى المواطنين. سعدنا بمشاهدة ومتابعة حضراتكم لهذا اللقاء، وفي نهايته أشكركم جميعا كما تقدم في نهايته بخلص الشكر والتقدير لفضيلة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك يا منعم. خالص الشكر لحضرتك والسادة المشاهدين. كما تقدم أيضا بخلص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف خليفة السعودي أستاذ دراسات. شكرا جزيلا. شكرا دكتور على اللقاء. ولا أنسى أيضا أن أشكر الزميل رضا عبد المنعم مترجم الإشارة في هذا اللقاء، وأسرة البرنامج تدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلام، وأن نجتاز هذه الفترة الحالية. رب العالمين، اللهم استجب دعانا وحقق رجانا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.